مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. كما اليوم عندنا موضوع مهم هو الديدان في الأمعاء عند الأطفال، لوكسيوغوز. هي مرضية تري كونتاجيوز، تعدي بزاف عند الأطفال، دونك سي بور سا سا باس من الطفل للطفل. الطفل يروح يحكم حبة تفاح ياكلها ديغاكت، ولا حبة بنان، ولا حبة جينا، بلا ما يغسلها، بلا ما يغسل يدو، دونك تما اللي تصرى لا كونتاميناسيون. حصتكم الأسبوعية أولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الأسبوع بموضوع مهم هو ديدان الأمعاء عند الأطفال. نظافة أن الطفل نعلمه دائما كي يمس حاجة يروح يغسل يدو. ما نرجعوش اوبسيسيونيل، خاطر هنا نروحوا للاضطراب الوسواسي. لازم هنا عنده ثقافه تاع النظافه، ودائما دائما عاود نقول كل ما يمرض التلميذ احنا كاساتذه نتقلقوا. لوكسيوروز ديدان الامعاء مرض ماهوش خطير، ولكن النظافه ثم النظافه. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حق لنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد أولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء، تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.